بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. وإزاي ما شوفش جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي منور حياتنا كلها. ولذلك لما بيجي ربيع بتبقى فيه عبادة مهمة جدا جدا في حياتنا، العبادة الواجبة والتي لابد أن نعيشها هي عبادة الفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة الفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أتت في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنا في أمر من الله سبحانه وتعالى أن نفرح بفضل الله وبرحمته. صحيح سيدنا عبد الله بن عباس قال برحمته وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا كمان بنمشي مع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشوف الجمال ده. هو قال كده لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بس احنا كمان بنقول: وكان فضل الله عليك عظيما. احنا جايين نفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تسر قلوبنا، تسر قلوبنا بنعمة الله سبحانه وتعالى البالغة. انتوا بتقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، يبقى لازم تقولوا الحمد لله على نعمة رسول الله وكفى بها نعمة، لأن رسول الله هو شطر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحضرة النبي نعمة النعم، أعظم نعمة من الله بها علينا هو نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هي النعمة التي بها عرفنا الله وعرفنا الإسلام. ولذلك إزاي ما نفرحش بهذه النعمة؟ إذن جاء ربيع فتعالوا لنفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإزاي تسر قلوبنا بنعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء لازم نعرفه عشان تسر قلوبنا، وهنقول لكم شوية إجراءات كده نعرف بيها إزاي تسر قلوبنا بنعمة رسول الله. أول حاجة معرفة النعمة، لازم نعرف معرفة نعمة رسول الله. نعمة رسول الله هي التي غيرت الكون كله. كان في مكان كده عارفينه الناس، بس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رحله اتغير. بعد ما كان مدينة زي بقية المدن أهلها متقاتلين، فلما رسول الله وصل لهذا المكان أصبحت المدينة المنورة، فأصبحت هذه المدينة هي المدينة المنورة. وباتفاق العلماء إن البقعة اللي فيها أفضل بقعة على الأرض، البقعة اللي فيها إيه؟ الذي يحيا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فيها مسجده وفيها روضته صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف نعمته من أول المكان اللي حضرته صلى الله عليه وسلم عايش فيه، ومالي المكان بأنسام الجنة وبرياض الجنة وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا الأستاذ مجدي إمام حبيبي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك جاي لنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. انت اخترت الجوار ان انت تجاور حضرة النبي مده طويله من حياه حضرتك، وما زلت الحمد لله ربنا مانن على حضرتك. الحمد لله. وحضرتك ما زلت تخدم رسول الله بحاجات رائقه فائقه. نعم. من ضمنها فيلم تسجيلي عن مسجد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ايه اللي دفع حضرتك ان انت تعمل الفيلم ده يا استاذ مجدي؟ وانا عارف الحب والشغف اللي عندك، بس ليه تعمل فيلم وثائقي عن مسجد رسول الله؟ اولا يعني زي ما انت فرحان قوي كده بحضره النبي صلى الله عليه وسلم وباين على اسارير الوجه. اصل هو ربيع، ربيع هو ربيع الفرح. هو حتى المكان اللي صلينا فيه الاذان فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه وسلم وبارك عليه، الفاتح لما أغنيت والخاتم عليه الصلاة والسلام، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الفرحة دي سيدنا النبي قال بفرح يعني لما أشوفك عشان بتفكرني بالمدينة وبرسول الله. والله يعني أنا بفرح عموما بكل من يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم بأي طريقة. الله يبارك فيك. يعني كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من فرح بنا فرحنا به. صحيح. فإحنا هنفرح مع بعض النهاردة في هذا اللقاء الجميل وفي طوال شهر ربيع. وأنا مش بحب حكاية ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا
لان مولد النبي صلى الله عليه وسلم 365 يوم في السنه عليه الصلاه والسلام. بالنسبه للفيلم اللي حضرتك اتكلمت عنه، هو الجوار فرض عليك بعض حاجات. صح. يعني احيانا تبص تلاقي الناس جايه من مختلف بقاع الارض. صحيح. ويجي يسالك قدرا يعني يقع في ايدي بقى من هنا او من هنا او اماكن كتيره بقى من بلاد شتى، يقول لك هو مسجد النبي فين؟ هو المقام فين؟ هو الروضه فين؟ هو باب جبريل فين؟ طب هو الروضه حدودها فين؟ يعني الناس جاءت من سفر بعيد جدا والاماكن التعبديه وعايزين يتعرفوا. وعايزين يتعرفوا على جمال حضرتك كده. ايه الفرح عباده، فانت جيت لصاحب الفرح. صح. فلازم نتعرف على المسجد النبوي الشريف. صحيح. لان في حضرتك زي ما ذكرت اماكن تعبديه. صح. يعني يا سلام لما نشوف الفيلم مع بعض ونشوف ان الروضه حدودها منين لفين، من العمود الفلاني الفلاني، وان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله كان المسجد فين لفين، حد مسجد النبي. وبعدين كل ده موثق بالفيلم، ولما نروح نتفرج على الفيلم ونشوفه او نقرا ما كتبت عن الموضوع ده، هيبقى سهل جدا جدا انك تعرف حدود المسجد النبوي الشريف منذ عهد الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم، او سيدنا ابو بكر الصديق. فين خوخه سيدنا ابو بكر؟ فين اسطوانه السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها اللي كان يجتمع عليها المهاجرون وسميت المهاجرين، او اسطوانه عائشه رضي الله، اسطوانه لبابه، اسطوانه التوبه لابي لبابه. صحيح. وقصتها ايه؟ صحيح. اسطوانه الحرس، الوفود، السرير. حضرتك هتعرض الفيلم امتى يا استاذ؟ احنا ان شاء الله هنعرضه في يوم الخميس القادم ان شاء الله دار الاوبرا المصريه، وباذن الله لنا الشرف بعد كده في مكتبه الاسكندريه، لانه هو فيلم توثيقي عن كتاب لموسوعه المسجد النبوي الشريف للدكتور الراحل خالد حامد مصطفى. الله يرحمه. صديق عزيز ودفن في البقيع، حبيبنا كلنا في خدمه. عارفه حضرتك طبعا خدم يعني في الخدمه 40 سنه للاثار النبويه، وقمنا باعمال كثيره مع بعض، نسمات من طيبه وخلافه. طبعا. ويسعدني ويشرفني ان القناه الاولى تذيع الفيلم كاملا، هو اهداء مني مشكورين للبرنامج اولا وللقناه الاولى. نشرف ونسعد بان احنا يتعرض الفيلم ان شاء الله. مدته 19 دقيقه، بنتعرف على جسد الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم داخل الحجره بشكل الجرافيكس، وفي حاجات يعني جديده، معلومه جديده الله. ممكن ناخدها من الكتاب، بالاضافه انه انا كنت عامل برضو كتاب صغير بسيط يعني بيسمى ب يعني الكتاب اللي بيسمى كتاب الجيب يعني. ايوه. يعني بمنتهى البساطه ان هو يعني حضرتك بتشيل الكتاب بمنتهى البساطه لانه ممكن يدخل في ايدينا بسهوله. الله. وللزياره وبتحط في الجيب ان شاء الله. وبالتالي برضو هنا بموافقه طبعا ازهرنا الشريف، لازم يكون موافق طبعا على الكلام ده طبعا، وغرفه صناعه السينما، وبالتالي الفيلم مهدأ. وده الفيلم بقى اللي احنا هنشوفه مع بعض ان شاء الله. هنشوفه مع بعض ان شاء الله يوم ده النسخه، هنشوفه مع بعض يوم الخميس ان شاء الله، وفي برنامجك كمان ان شاء الله هنعرض جزء منه ان شاء الله. وده اهداء من الف شكر لحضرتك يا فندم. الف شكر سيدي. الله يكرمك. شكرا. الله يكرمك. ومن فرح بنا فرحنا به. انا مش عارف يعني مش عارف اشكر حضرتك ازاي على ان انت ادخلت علينا السرور. الله يكرمك. وكمان دخلتنا في حضره النور، حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بها تنشرح الصدور الله، وتنزل الفروضات وتنزل البركات بسر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أدام عليك الله سبحانه وتعالى الصحبة. إن شاء الله نكون دايما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ونكون فرحين دايما بحضرته. الله هنطلع فاصل ونرجع نكمل فرحتنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكروا إن إحنا قلنا إن أول حاجة عشان تسر القلوب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت تعرف نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفناها لما تكلمنا على مكان أصبح أفضل مكان في الأكوان لأنه ضم وعاش فيه
أفضل إنسان صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل ونرجع نكمل معاكم تاني فرحتنا بحضرة النبي. الروضة المشرفة حدودها. لقد حدد مساحة الروضة الحديثان الشريفان ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وزاد البخاري: ومنبري على حوضي. ومعلوم أن الحوض هو كوثره صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله تعالى به، وهو في مدخل الجنة، من شرب منه لا يظمأ أبدا. رجعنا لحضراتكم من الفاصل، وإحنا في الحقيقة على طول موصولين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا إن إحنا لا يجي ربيع يبقى إحنا لازم نفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا أمرنا إن إحنا نفرح بفضله وبنعمته وبرحمته. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا بيها، ولذلك إحنا قاعدين عشان نفرح بحضرة النبي. وقلنا إن أول حاجة نفرح بيها عشان ندرب نفسنا ونعلم نفسنا إن إحنا نجدد فرحتنا بحضرة النبي، كان أول حاجة إن إحنا نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس كتيرة بتقولوا وإحنا ما نعرفش رسول الله. رسول الله أوسع من إن حد يعرفه. رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج إن أنت تعيش معه عشان تعرفه على الدوام. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتعرفش بالقراية، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتعرف بالحياة، لأن حضرة النبي حياة. فلما ابتدينا نعرف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدينا نعرف نعمة حضرة النبي، لازم نأكد على كده، حضرة النبي نعمة. حضرة النبي مش فقط جاءنا برسالة، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مجمع نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لازم في كل ربيع وفي كل نفس وفي كل يوم نتعرف على نعمته صلى الله عليه وسلم. عرفنا نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاني حاجة لابد أن نذوق نعمته صلى الله عليه وسلم. إزاي نذوق نعمته؟ حضرة النبي بعرفنا عن نفسه يقول: إنما أنا رحمة مهداة. يعني إيه؟ يعني أنت لازم تعيش طول الوقت وأنت حاسس إن كل الرحمة اللي بتحصل لك دي سرها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم تدوق ده. تدوق ده إزاي؟ تدوق ده لما تكون قلبك موجوع فتجد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك شيء يطيب خاطرك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وتفهم أن ربنا فعلا بسر حضرة النبي فتح لنا كنوز الرحمة، فتح لنا كنوز الرحمة، فبقينا في رحمة الله، وكتب ربكم على نفسه الرحمة. فيبقى الحال هو إيه؟ أن أنت في رحمة على كل حال، أنت في رحمة على كل حال. وده معناه إيه؟ دوق بقى الرحمة. دوق الرحمة في أنك أنت تمشي مع حضرة النبي: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا كنز فتحه لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كنز أن أنت تكون مرحوم وبترحم. هذا الكنز فتح بسر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده لابد أن تذوق هذه الرحمة. وإحنا عشان ندوق ده بقى، تعالوا بقى ندوق رحمة حضرة النبي وجمال حضرة النبي ونور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس المرة دي هنشوف وندوق جمال حضرة النبي لما يتصل بالأرواح بقى، لما جمال حضرة النبي ونور حضرة النبي ونعمة حضرة النبي تتصل بصوت موصول بالسماء، الصوت اللي متغذي بأنوار حضرة النبي. أنت بتشرب إيه يا شيخ إيهاب؟ بتشرب نور ولا إيه؟ ازيك يا شيخ إيهاب؟ انا بحبك. بنانها من سيد بنانها من انواركم يا سيد. ايه؟ بنانها من انواركم يا سيد. والله يا مولانا انا اللي بحبك جدا جدا يا شيخ إيهاب. احنا بنتكلم دلوقتي على تاني حاجه بتخلينا نستشعر نعمه رسول الله. احنا جايين السنه دي عايزين نجدد في الناس ان هي تستشعر نعمه رسول الله، لان في الناس دلوقتي متصورين ان حضره النبي بس اتانا بسنته واتانا بالتشريع وانصرف. لا، حضره النبي نعمه وما زلنا نعيش فيها. نصلي عليه. ايه بقى سيدي ايهاب، ايه تسمعه لنا يخلينا نستشعر نعمه حضره النبي؟ يعني ربنا يفرحنا اولا بحضره النبي. يا امين يا رب العالمين. نفرح حضره النبي بينا يا رب، لان احنا ما ينفعش يعدي علينا هذه الايام الا وان نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا رب فرحوا بينا زي ما احنا فرحانين بسيدنا يا رب. ف
فرح الزمان اليوم حان الموعد وعادت لنا ذكراه وعاد المولد. الله الله. فرح الزمان اليوم حان الموعد عادت لنا ذكرى وعاد المولد وأطل نجم في السماء صلى الله عليه وآله الحلم وسلم. والخلق العظيم صفاته صلى الله عليه وسلم. وله الكرامة والعلا والمحتد بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. الله. يا أمة الإسلام هذا دينكم هذا دينكم ونبيكم فاستمسكوا واسترشدوا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. امين. ايه يا مولانا الجمال ده؟ وكأن حضرتك يا مولانا بتمدح وحضرة النبي امامنا، وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انت قلت يا رب يكون حضرة النبي فرحان بينا. حضرة النبي كان بيفرح بمديحه وبيفرح ان الناس تعرفه، لان الناس لما تعرفه هتعرف ربنا. وعشان كده لما نقول الحمد لله على نعمة رسول الله وكفى بها نعمة، فهي هي هو دوت عين معرفة جمال الله سبحانه وتعالى، لأن جمال الله سبحانه وتعالى كان مجمعه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على نعمة رسول الله. يبقى احنا عرفنا حضرة النبي صلى الله، عرفنا نعمة رسول الله، ودقنا نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفضل ان احنا نعمل ايه؟ لازم لما دقنا نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم نشكر ربنا على هذا الاصطفاء اللي جعلنا من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، من غير حول منا ولا قوة. فهذا الاصطفاء اصطفاء عجيب. كنت أعرف حد من مشايخنا كان يقول إن هو بقاله 20 سنة بيحمد ربنا بس على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نعمة إن هو أصبح من أمته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة ما بعدها نعمة. يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سينادي يوم القيامة يقول أمتي أمتي، أنا ما فعلتش حاجة، أنا عمرو الورداني ما عملتش حاجة ولا عملت أي شيء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اطلع على الخلائق وكتب له وكتبت له أمته فكان فيهم عمرو الورداني. فالحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى كتب لي أن أكون من أمتي من غير حول ولا قوة، بس عشان نعرف قيمة هذا الاصطفاء. شوف كده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد يتكلم عن عدد من الاصطفاءات اللي ربنا اصطفى بيه أمته. إذا كانت أول ليلة في رمضان نظر الله سبحانه وتعالى إلى العباد، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا. وبعدين يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة من رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. انا ما كانش حد فتح لنا الباب ده غير حضرته صلى الله عليه وسلم. اتفتح الكنز ده على ايديه صلى الله عليه وسلم. وشوفوا بقى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكروا عليه او ما حدثت به انفسه. يا سلام يا رسول الله، شوف الموسوسين دول اللي قاعدين يهروا ينكتوا في نفسهم لما يعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عما حدثت به انفسه. الله. يا سلام على رحمتك يا رسول الله. لو كن كل واحد فينا
هيتاخد بذنب هو حدث به نفسه لكنا هلكنا. نعم يا رسول الله أنت رحمة مهدى، والحمد لله أن الله اصطفانا واجعلنا من أمتك، فالحمد لله والشكر لله على نعمة رسول الله. يا رب ديم علينا نعمة رسول الله واجعلنا على الدوام في نعمته. يبقى احنا عرفنا نعمة رسول الله ودقنا نعمة رسول الله وحمدنا الله سبحانه وتعالى وشكرنا الله على نعمة رسول الله. عارفين احنا شكرنا ربنا على نعمة رسول الله ليه؟ لأن ربنا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. احنا عايزين نزداد من نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين نزداد من ذوق نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول يا شيخ إيهاب الحمد لله على نعمة رسول الله والشكر على نعمة رسول الله. نشكر ربنا ازاي بقى بجمال الصوت بقى على نعمة رسول الله يا سيدي. يا نفس طيبي وهديتي أيوة كده بمحمد خير الأنام وسيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الشفيع لأمة سعدت به، أكرم بأحمد منبع الرحمات. يا جماله جمال حضرة النبي، نور على نور، نعم نور على نور، الله نور على نور يشع ضياؤه من نور رب خصه بالذات، شرف الزمان سعد الزمان. آه والله شرف الزمان بعدله، فتسابقت أمم تبايعه بكل ثبات. تاج على رأس الشريعة دينه، أنعم به من رافع الدرجات. يا من ملكت القلب يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا من ملكت القلب ذاك تحية عدد النجوم وأحرف الآيات، فعلى رسول الله صلي دائما، نعم تحظى بفضل من إله آتي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله على الجمال. ايه الحلاوة دي يا شيخ إيهاب؟ ربنا يزيدك نور وبركة وفضل. ناخد من كلامكم يا سيدي. على راسي وانا فرحان بده، فرحان ان ربنا سبحانه وتعالى جعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزل القلوب كده. بعد ما شكرنا ربنا سبحانه وتعالى على نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبركته، لازم عشان نستشعر جمال ونور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وندوق حلاوة نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد ان احنا نعيش بقى بهذه النعمة. ومعنى ان احنا نعيش بهذه النعمة ان احنا نصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هتقدر تستشعر نعمة رسول الله اذا ما لم تصاحب رسول الله. ولازم عشان تصاحب رسول الله لازم تعرف أن الله سبحانه وتعالى عندما جعل رسول الله ينتقل إلى الرفيق الأعلى جعله ينتقل إلى الرفيق الأعلى ليكون معنا دائما بروحه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الحافظ بن حجر يقول، ولذلك لما كان بيشرح حديث أنه ما سلم علي أحد إلا ورد الله علي روحي لأرد عليه السلام
قال ومن هنا نعلم أن رسول الله حي على الدوام، لأنه لا يوجد نفس ولا طرفة عين إلا وهناك من يسلم على رسول الله، فروحه دائمة. فالله سبحانه وتعالى أخرجه من ضيق أن يفهم إنسان أنه بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله. فتعالوا نعيش مع رسول الله. وأول حاجة نقدر نعيش بيها مع رسول الله مش الهموم ولا الغموم، لكن نقدر نعيش مع رسول الله بالإيه؟ نقدر نعيش مع رسول الله بالوصل، إن كل ما يتحرك شوق قلبك إلى رسول الله اعلم أنه سيكون أقرب إليك وأشد شوقا إليك منك، لأن رسول الله هو الذي اشتاق إلينا قبل أن نشتاق إليه. قال اشتقت لإخواني، اشتقت لأحبابي. فهنا بعد ما تدوق الحلاوة هتشتاق لرسول الله. فأول حاجة تعملها أن تشتاق لرسول الله. طب تعمل إيه عشان تشتاق لرسول الله؟ مش تعمل إن أنت تحاول تخرج من حياتك، ولكن أن تعلم أن رسول الله معك في كل شيء في حياتك. وإحنا عندنا كل ما تشتاق يحصل لك لقاء مع رسول الله في كده دائرة اسمها دائرة المحبة المحمدية. دائرة المحبة المحمدية تشتاق إلى رسول الله فيحصل لك لقاء مع رسول الله لما تصلي على رسول الله، لأنه ما سلم علي أحد إلا ورد الله علي روحي، فتلقى رسول الله. لما تلقى رسول الله إيه اللي يحصل؟ المفروض يبرد شوقك. لا والله، كلما التقيت برسول الله كلما ازداد شوقك، لأننا شوقنا لرسول الله لا يبرد باللقاء، فكل شوق يبرد باللقاء لا يعول عليه. فكلما التقينا برسول الله كلما ماذا؟ كلما ازداد شوقنا لرسول الله. فالحمد لله على شوقنا لرسول الله، والحمد لله على أننا الآن أعمالنا معروضة عليه، فهو معنا ويرانا صلى الله عليه وآله وسلم. فيا رسول الله، نحن نعلم أن شوقنا أخذنا إلى اللقاء، فبيحقق هذا اللقاء يا رب العالمين. لا تبرد شوقنا لرسول الله، واجعل شوقنا لرسول الله ليس لهيبا ولكن نورا نرى به الحياة برسول الله. يا رب العالمين، نورنا بأنوار محبة رسول الله، فتتنور قلوبنا بشوقنا، ثم تتنور قلوبنا بنور فوق نور برقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ إيهاب، نحن دلوقتي في اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على قدري أصوغ لك المديحة، ومدحك صاغه ربي صريحة. نعم. ومن أنا يا إمام الرسل حتى صلى الله عليه وسلم وفي قدرك السامي شروحا. الله. ولكن صلى الله عليه وسلم ولكني أحبك من قلبي، فأسعد بالوصال فتى جريحا، وداوي بالوصال فتى معنا يروم القرب منك ليستريح. الله. فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صريحا، ألم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا. الله 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 على نور رسول الله. الله الله الله
رسول الله أعطى أهل الحي شهد علينا حي صلى الله عليه وسلم طاع أهل الحي شهد علينا حي نور ليالي الحي حي جمال الله 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 على نور رسول الله الله أكبر. إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي؟ صحيح على نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما خلاص تشوقنا إلى رقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بعض الناس ممكن يعيشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في ناس كتير عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن بعضهم قال لو غاب عني حبيبي ما عددت نفسي من الأحياء، وبعضهم قال لو غاب عني حبيبي ما عددت نفسي من المؤمنين. ليه طيب؟ في لمحة كده في كلمة التوحيد لابد إن احنا نفهمها، ونفهمها كمان مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يتقال أعتقد أن لا إله إلا الله وأعتقد أن محمد رسول الله، لكن ليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ وليه أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل اللي هو حديث أبي حفص عمر بن الخطاب يقول حضرة النبي أن تعبد الله كأنك تراه، فكأن الرؤية والمشاهدة والإقبال على الله بشهود القلب ده جزء من ماذا؟ جزء من العيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده لابد إن احنا في هذا الوقت مش بس نصلي كما نرى رسول الله يصلي، ولكن لابد أن نعيش مع رسول الله ونرى نعمة أن رسول الله يشير على العبيد، أن العلاقة بين العبد وبين رسول الله إذا دامت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خير إلا ودللتكم عليه. فالناس لما بتعيش مع رسول الله بيحصل لهم سر كده هقوله لكم. السر ده إيه؟ إن اللي يطول شوقه لرسول الله ويطول لقاءه مع رسول الله مش بس يراه في المنام، يراه في الحياة عيانا. عيانا يعني إيه؟ يسمع صوتا يقول له لا سامح المرة دي، وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكلمه. صحيح ساعتها هتقول ده اللي حصل لي من كثرة قراءة سنة رسول الله، لكن لا، صوت ده من صوت جاي من أعماقك أنت، واعلموا أن فيكم رسول الله. فعشرتك مع رسول الله يبدأ الصوت ده يقوي ضميرك ويقوي حياتك ويصنع لك صلابة نفسية وصمود نفسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى ساعتها لما تتعرض في المشكلات تقدر تدوق اللي قاله سيدنا علي كان إذا احتمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفضل حياتك كلها مش بس محتمي برسول الله، تستشير رسول الله وتكلم رسول الله وتطلب من رسول الله أن يتشفع لك، في حياتك كلها تستضيء برسول الله. يبقى عشان تذوق وتحيا بنعمة رسول الله لابد أن تستضيء في حياتك برسول الله، مش بس هتجعل رسول الله تستشيره، مش بس هتجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، مش بس هتجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط تحاول أن تفهم كلامه، ولكن هتعاشر رسول الله. وعشان تعاشر رسول الله في حاجة مهمة جدا بنعملها على الأقل زي الصلوات الخمسة كده. أنت في الصلوات الخمسة بتعمل إيه؟ ألف صلوات الخمسة في التشهد بتقول إيه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة. يبقى ما ينفعش إن أنت وأنت بتصلي ومأمور إن أنت تخاطب رسول الله ألا يكون لك حال مخاطبة لرسول الله. فالصلاة بتعلمك كده،
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. بس هو مين اللي قال ربنا قال له قل إن صلاتي ونسكي؟ حضرة النبي. يبقى أنت لازم تحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم رسول الله، وتحاول أن تسمع كلام رسول الله بقلبك، وهذا سيحصل لك في حياتك نور وبهجة وسرور. يبقى أنت لابد من مخاطبة رسول الله بعد أن اشتقت إليه وتعلقت به، لابد أن تخاطب رسول الله وتقول يا رسول الله، يا سندي، أنت بعد الله معتمدي، ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ولا يا شيخ إيهاب؟ نعم يا سيدي حق. يا رسول الله يا سندي، الله الله، أنت باب الله معتمدي، ففي دنياي وآخرتي الله الله. يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يا أملي الله الله، يا ملاذ الخائف الوجل نظرة يا أشرف الرسل الله الله، وبغوث حلل حلل عقدي يا رسول الله يا سندي الله الله، أنت باب الله معتمدي، ففي دنياي وآخرتي الله الله. يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله أجرنا، الله يا حبيب الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله، وهناك حلت أورادي، أوالله، وهناك طرحت فؤادي، وهناك حلت أورادي، فبلغت بطه مرادي، صلى الله عليه وسلم، فاختر لي رسول الله، يا رسول الله أجرنا، يا حبيب الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. ووقفت على الأعتاب، نعم، وبكيت له بالباب، وبصفح دون عتاب، قد جاد رسول الله، يا رسول الله أجرنا، يا حبيب الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. ايه الجمال ده يا شيخ؟ جمال حضرة النبي باين وظاهر في صوتك وفي جمال صوت حضرتك يا سفيان. ربنا يزيدك نور وبركة وفضل ونعمة. عشان كمان يجمل ويجمل قلوبنا بنعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم بعد ما نشتاق لرسول الله ونخاطب رسول الله ونحيا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسره العمل الصالح، ويسره الفأل، ويسره الجمال، فلابد أن احنا نفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أن نفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة في غاية الأهمية. كيف نفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله كان يفرح بطاعتنا، ولذلك
يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أعمالكم معروضة علي، فما كان من خير حمدت الله. أنا عايز أسمع حمد رسول الله كتير، فعايز عمل الصالح يكثر. ولذلك أنا بختار إن إحنا قبل العمل الصالح نعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا. قبل العمل الصالح نعمل إيه؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نأخذ من أنوار صلى الله عليه وآله وسلم ومن فضله ومن جماله صلى الله عليه وسلم. كتير من الناس بتشكر إن هم ما عندهمش همة. قد يكون ما عندكش صحبة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أنا بحب بقى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله مع الله ورسوله. وعشان كده لازم وإحنا بنسير نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف بقى إزاي نصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يحصل لك واحدة من ثلاثة، صلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم عليك عشان تقدر تكون في صحبته. أول حاجة لما يحصل لك خوف صلي على رسول الله، لما يحصل لك كمان وحشة صلي على رسول الله، لما يحصل لك كمان قلق صلي على رسول الله. ليه؟ الرجل جاء رسول الله وقال له: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا كفيت همك ووقيت. إذا كفاك الله همك ووقيت بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أنك في سعادة غامرة. فكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا صليت على رسول الله فرحت وسعدت وكنت في نعمة بالغة من نعم رسول الله. يا رب العالمين اجعلنا على الدوام مع رسول الله. يا رب يا رب. أنا سأشير عليكم بجملة من الأمور نحاول أن نفعلها لنبقى مع رسول الله. أربع أركان كده حاولوا من خلالها تعيشوا في نور رسول الله وفي جمال رسول الله. الركن الأول، حاول على الدوام إنك تزيد في اتباعك لرسول الله، تزيد في اتباعك لرسول الله بالعبادات المنسية. ومن العبادات المنسية الصمت عند الكلام الجارح. تعود أن تصمت إذا أردت أن تؤذي إنسانا بكلامك، لأنك إذا لم تكن تستطيع أن تكون إنسانا جابرا للخاطر وإنسانا تفتح الباب على جمال الله ورؤية رحمة رسول الله ولطف رسول الله فاصمت. لأن رسول الله قال: رحم الله امرأ تكلم بخير فغنم، أو صمت فسلم، سلم وسلم الناس. فأعد علاقتك بعبادة الصمت، هذا الأمر الأول. ولكن اصمت على هيئة رسول الله، هيئة رسول الله اصمت وتفكر، خذ نفسا من أنفاس رسول الله ليدخل بالحكمة على قلبك. لو صمت وتفكرت سيأتيك الحكمة، لأنك ستكون مع رسول الله. الأمر الثاني، كن حريصا على أن تبحث عن قسمتك الذي سيقسمها لك رسول الله. رسول الله أوتي جوامع الكلم وأوتي جوامع النعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نعمة الصدق لأبي بكر، ونعمة الفرقان لعمر، ونعمة الحياء لعثمان، ونعمة الفتوة لعلي، عليهم جميعا رضوان الله. فانظر إلى ما سيقسم لك من نعمة صحبة رسول الله. كل يوم اجلس مع نفسك في الصباح والمساء واسأل نفسك: ما الذي زاد في وصلي بالله من صحبة رسول الله؟ في الصباح والمساء، ما ذكروا أذكار الصباح والمساء إلا لتزيد بنعمة رسول الله في الصباح وفي المساء. الأمر الثالث، إياك أن يكون لك يوم يخلو من ماذا؟ يخلو وأنت في صحبة رسول الله من الصلاة على رسول الله، ومن صحبة رسول الله أن تصلي عليه وأنت حاضر بين يديه، صلى الله عليه وسلم. تصلي عليه وأنت حاضر بين يديه. وآخر شيء، اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الخدمة التي يحبها لتخدم بها عباد الله؟ فكن خادما لعباد الله، وابدأ بمن أوصاك بهم رسول الله.
فاعمل بوصية رسول الله في خدمة عيال الله، فابدأ بزوجتك وابدأ بأولادك وابدأ بالوالدين وابدأ بهم، واعمل في هذا بوصية رسول الله تكن في خير حال. إذا فعلت هذه الأربعة فتح الله عليك وذقت حلاوة ونعمة البقاء مع رسول الله. يا شيخ إياب، احنا عايزين حاجة كده تخلينا وكأننا بنعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأربعة عشان تظل حياتنا على الدوام مع رسول الله. سيدي يا رسول الله، أنشدت في مدحه أحلى أناشيدي. نعم. والطير في دوحه أشجاب توريدي. نعم. وكل من يتغنى في شمائله كأن في فمه مزمار داود. الله. هو النبي الذي طابت زيارته وحقق الله لقياه لموعودي. هو النبي الذي ترجى شفاعته عند الحساب لدى ذي الفضل والجود. أتلو أحاديثه، أخلو لسيرته، وأستظل بظل منه ممدود. يا بنت وهب رعاك الله آمنة، ولدت يا خير أم. نعم. خير مولود. نعم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يوم ميلادك يوم أمجد، فيه الخير أتى وتقدم. هل النور علينا يا طه، وأضأت سماء في علاها، والأرض أضاء محياها، والقمر تلألأ وتبسم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. يا سلام على جمال حضرة النبي وجمالك يا شيخ إياب. احنا تنورنا وسعدنا وتباركنا بوجود حضرتك معانا يا شيخ إياب، وهي الفرحة كده. الفرحة بتحب كمان ان القلوب تتجمع على حضرة النبي وتزداد بركة ونور وفضل ونعم. انت كمان يا مولانا يا شيخ إياب، لما مدحت حضرة النبي حركت في قلبي ان انا اقول حاجة كده كنت كتبتها لحضرة النبي. الله الله. فأنا بقول لحضرة النبي، كل الناس تيجي وتروح، وانت حبيبي ساكن في الروح. الله. مطرح ممشي وطور وفتوح، من نورك يا عيوني تفوح. الله. انت حياتي وكل ما ليا، أصلي عليك وترد عليا، فأشوف الجنة بعيني، وياك الحضرة باب مفتوح. الله. فأشوف الجنة بعيني، وياك الحضرة باب مفتوح. لما الهم علي بيكتر وأحس إن العزم مكسر، أذكر حبك قلبي ينور، حبك يا مدواء الجروح. الله الله الله. أعصي وأندم من أوحالي، أجري عليك وأشكي لك حالي، أبص ألاقيك بالبسمة أبالي، ما هي بسمة بترد الروح. الله الله. تسمح لي يا حبيبي بخدمة، ورجائي مغموس بالدمعة، تتفضل على قلبي بضمة،
وانا كلي هيدوب ويروح. تسمح لي واكون خدامك وامرغ قلبي بمقامك، وفي لحظة ادخل في امانك، ولا عمري بالسر ابوح. ولا عمري بالسر ابوح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجعل هذه الحلقة وكل نفس من أنفاسنا بابا من أبواب الوصل بحضرة النبي يا رب، وبابا من أبواب الكرم والجود. اللهم إنا وقفنا على بابك مع حضرة النبي ورجوناك يا رب أن تجعل هذه الأيام المباركات أيام بركة ونور. اللهم إنا نشم رائحة الجنة في أيام ربيع، فاللهم عطر قلوبنا بالوصال، واجعلنا من أهل الجمال، واجعلنا مع سيد الرجال على كل حال، ولا تجعلنا يا ربنا ننتقل من حال إلى حال إلا ونحن معه على كل حال. يا رب اجعل بيوتنا مليئة بالسعة والنور والبركة والفضل والمنة ببركة سيدنا المصطفى، واجعل ربيعنا ربيع حياتنا، واجعل ربيعنا نور قلوبنا بسر أسرار الوصال المحمدي، فاجعلنا يا ربنا على الدوام في رضاك وفي حماك بسر حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم.